اسمحوا لي أن أتخيل الشيخ وحيد وهو في آخر لحظاته لا تسمع أذنيه ذوي الانفجار، بل يجند جميع حواسه ليساعد أذنه لسماع ما قاله الشيخ الفاضل محمد أبي هلال رضي الله عنه للكشك، الكشك القديم والجديد والحاضر والآتي. أن الجسم فليفعل به ما يشاء، وأما الروح فأنت مقصر عنها. إني أتخيله يمسك قلماً ويستغل لحظات مفارقة روحه ليكتب وصيته ويقول: بعد التوكل عليه والاستعانة وطلب الشفاعة من وصيه وإخوته، كونوا يداً واحدة ولا تفرقوا، إياكم الفتنة واتباع من يحيكها ويروجها، إياكم الخلاف وعليكم بالوحدة ورص الصفوف وحسن الظن وقبول المعذرة ومحبة إخوانكم ولم الشمل. رحم الله الشيخ أبا وحيد وجميع إخوانه وجميع الشهداء في كل مكان، الله يرحمه. رحم الشيخ أبا الفهد وحيد، سيبقى فهدا ووحيد عصره أينما قل. أما الآن فكلمة الشيخ أبو حسن موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية ومكمل مشوار سيدنا الشيخ أبو يوسف أمين رضي الله عنه، فليتفضل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. شيوخنا الأفاضل، أهلنا الأعزاء، نائب الوزير أخ أبو أمير، رؤساء مجالسنا الكرام، أيها الحضور الكريم، من هذا المقام الشريف، مقام سيدنا سبلاين عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الزيارة المباركة في هذا الموقف الحزين، نبعث بتعازينا الحارة ومشاعرنا الدينية الخالصة لكافة مشايخنا وأهلنا الأعزاء وإخواننا في جبل العرب الأشم، جبل الدروز، أهل التوحيد وبناة سوريا، باستشهاد المغفور له والمأسوف عليه المرحوم شيخ الكرامة الشيخ المقدام الغيور أبي فهد وحيد البلعوس ورفاقه البرر الأخيار والعشرات من المشايخ والنساء والأطفال الأبرياء من أبناء الجبل في عملية إرهابية جبانة، حيث كان وقع الخبر علينا كالصاعقة فأبكى العيون وأدمى القلوب. وأقول فيكم أيها الشهداء البواسل قول الشاعر: لا تبكه فاليوم بدء حياته، إن الشهيد يعيش يوم مماته. الأخوة الأعزاء، إن عملية الغدر المدانة ليست هي عملية موجهة ضد المغدور بهم فحسب، بل إنها عملية سافلة صاغرة تهدف إلى زرع أسفين الشقاق والخلاف بين الأخوة أبناء أهل التوحيد عامة في الجبل، وتشتيت شملهم وتفريق جمعهم وهدم وحدة صفهم. فلقد قصد فاعل هذه الجريمة النكراء زرع بذور التفرقة بين أبناء بني معروف وتحريض بعضهم على بعض من خلال مواده الإبليسية السامة وأعوانه المفسدين المستأجرين، وزج إخواننا وأبنائنا تبعا لأغراضه الرخيصة في خضم المعركة التي تدور رحاها على أرض الشام الأبية، أرض سلطان باشا الأطراش والسادة المشايخ الأتقياء أصحاب السيار المجيدة الحميدة التي رفعت اسم الطائفة وشأنها عمد السماء. يا أبناءنا وإخواننا في الجبل الأشم، أليست وصية نبينا الكريم عليه السلام أن نتآلف ونتصافى في الدين وأن نكون يدا واحدة على المنافقين، ولا يكون ذلك إلا بطرح الضغائن والأحقاد، وأن نطيع وننقاد لأوامر مشايخنا الأتقياء، وأن نكون يدا واحدة وقلبا واحدا على أهل الغي والعناد، وأن نتصافى بنقاء السرائر وصفو الوداد، وخاصة في هذه الظروف الحالكة التي تمر بها سوريا
ويمر بها جبلنا الأشم، وليس لنا خلاص سوى أن نلتف حول بعضنا البعض وأن نجمع شمل كلمة الطائفة على اختلاف أطيافها وأطرافها لمجابهة الأخطار المحيطة بنا في الجبل وخارجه. علينا أن نتمسك بقول الحق تعالى: إنما المؤمنون أخوة واصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالشيطان أيها الأخوة همه الأكبر بعد الكفر بالله ورسله أن يفرق بين المؤمنين، وها هو في سوريا اليوم لعب ويلعب دوره ببراعة منقطعة النظير، وها هي سمومه الزاعقة قد وصلت إلى جبلنا الأشم. فدعونا نحرمه الفرصة المواتية للتفريق بيننا، وخاصة بعد أن أوقع قتلى وجرحى بين أبناء البيت الواحد. إنها الفتنة أيها الأخوة، وأعوذ بالله من الفتنة، فهي تحرق النفس والعقل والجسد، وتحرق كل ما في المجتمع من الخير كثيره وقليله. واحضروها أبناء التوحيد، فإنها إذا أتت فلا تصيب فردا أو جماعة، بل إنها تعم البلاد وتأتي على كل ما فيها. فكونوا يدا واحدة على رد كيد المفسدين وإلقائه في نحورهم، وعلى إفشال خططهم الهادفة إلى تدمير أبناء التوحيد. فهم وبعد عجزهم عن الوصول إلى تفريق وحدتنا بقواهم الشخصية راحوا يعملون على تأجيج نار الفتنة وزرع بذور الخلاف والشقاق بين الأخوة أبناء الجبل الأبات الصناديد. فلنفوت الفرصة عليهم ولنزد من التعاضد والوحدة في هذه الأيام الصعبة، ولنلتف حول وحدة الكلمة والمصير، وأن نجمع شمل وكلمة الطائفة لمجابهة الأخطار المحيطة بنا. ندعوكم أهلنا إلى الالتفاف حول بعضكم وحول مشايخ الجبل لتخطي الفاجعة الأليمة. ومن هنا نتوجه إلى مشايخنا مشايخ العقل ونطالبهم بالوحدة ورص الصفوف لرأب الصدع، ونذكرهم بوجوب العمل بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. كما وندعو أبناء الطائفة وقياداتها في لبنان والأردن وسوريا وفي بلادنا إلى توحيد الكلمة حيال ما يحدث في الجبل، والسعي لوحدة الصف كل من مكانه في مواجهة الخطر الذي بدأ يتلمس طريقه إلينا. فلنكن معا وبجهود موحدة ومنسقة سدا قويا في وجه تمدده أو انتشاره. فاليوم لن تغني أي فصيل درزي انتصارات سياسية إذا ما كان ثمنها أرواح أهلنا، ولن تصنع لأي شخصية درزية الأمجاد إذا ما كان السبيل إليها مجبولا بالدماء الطاهرة البريئة. ولنكن بعيدين كل البعد عن الأغراض الدنيوية والمصالح الذاتية التي تؤجج نار الفتنة وتفرق ولا تقرب. اللهم نسألك الرحمة من لدنك للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للأخوة المصابين، والأمن والأمان والهدوء والسكينة لأهل الجبل ولسوريا ولجميع أبناء التوحيد في كل مكان. والله ولي التوفيق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه. نشكر الشيخ أبو حسن ونشكره على ما يقوم به من جل الخدمة والدفاع عن حقوق الطائفة. باسمكم نرحب بالوفود من سخنين ومن النقب، أهلا وسهلا فيكم. أدعو الشيخ أبو أحمد طاهر أبو صالح لإلقاء كلمة باسم إخواننا في هضبة الجولان، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المؤبنون الأكارم، أيها الزائرون لهذا المقام المقدس، أيها الأخوة في التوحيد، قال الله في كتابه العزيز: فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، صدق الله العظيم. يعز علينا
في مثل هذه المناسبة أن نقف مؤذنين لإخوة لنا في الجبل الأشم التي طالت يد الغدر شيخ الكرامة أبو فهد وحيد البلعوس ورفاقه، تلك اليد الآثمة التي فقدت إنسانيتها وقيمها، فلا تحسب لله ولا للدين حساب. يعز علينا أن نلتقي لنعزيكم ونعزي أنفسنا ونعزي إخواننا في السويداء وكافة قرى الجبل وإخواننا في جبل لبنان والأردن والطائفة جمعاء في هذا المصاب الجلل الذي ذهب ضحيته أكثر من 40 شهيدا من المشايخ والشباب رحمهم الله في عملية جبانة وسافلة تنم عن نذالة منفذيها، أخص بالتعزية أسر الشهداء وعائلاتهم أن يكونوا خير خلف لخير سلف، وأخص سماحة مشايخنا مشايخ العقل والشيخ أبو عدنان ركان الأطرش الذين لم يألوا جهدا في بسط الأمان وفرض السلم الأهلي بين الإخوة في كافة أنحاء الجبل. وأملنا كبير بكم وبجميع إخواننا المشايخ والشباب والمسؤولين أن يقفوا صفا واحدا في وجه المؤامرة والفتنة، تلك الفتنة التي لا تبقي ولا تضر والتي يريدها لنا أعداء الحق وأعداء الدين وأعداء الإنسانية. فما علينا في مثل هذه الظروف إلا أن نترفع عن الأهواء والمقاصد والخلافات، ولا نسمح لأحد أن يصطاد في المياه العكرة التي فرضت نفسها على الجبل الأشم وعلى كافة أنحاء الوطن. ونحن هنا قلوبنا معكم نتضرع إلى الله عز وجل في صلواتنا أن تزول هذه المحنة عن الوطن بأسره ويعود الأمن والأمان والاستقرار والسكينة كما كان سابقا، راجيين من عزته تعالى أن يسدد خطى مشايخنا الأجلاء الأتقياء وأخواننا الوجهاء والمسؤولين، وأن يعينهم على إنقاذ جبلنا جبل العرب الأشم لتبقى راية الحق عالية خفاقة في ربوعه وفي كافة أرجاء الوطن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبمناسبة هذه الزيارة كل عام وأنتم بخير. نشكر الشيخ أبو أحمد طاهر. وأما الآن فكلمة نائب الوزير الأخ أبو أمير أيوب القرى، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه توكلت وبه أستعين. حضرات المشايخ الأفاضل والمشيعون الكرام، نحن أمة لا نعتدي، ندافع وننتصر. ومن كتب له موت في أرض لا يموت في أرض سواها، تعدت الأسباب والموت واحد. الحضور الكريم، أهلنا جميعا من جبل الكرمل الجليل الجولان إلى جبال الشوف والسماء وإلى السويد العاصمة، أهلنا في كل أقطار الأرض. بعد السلام على سيد المرسلين وأهلي وصحبه أجمعين. بمزيد من الرضا والتسليم، ودعنا سيد قوم روحاني ديان، شيخ من أهم عزوة هذه العشيرة المعروفية في سوريا، شيخ الكرامة المحافظ على الأرض والعرض والدين المرحوم فضيلة الشيخ أبي فهد وحيد بلعوس
رحمه الله العلي القدير: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعدد الأسباب والموت واحد. كان الفقيد المرحوم الراحل كريما، صاحب نخوة، أحب الناس وأحبوه، وخدم أمته ومجتمعه على مدار عشرات السنين. كان تقيا ورعا ديانا، واكب كل مشاكل الأهل في سوريا وخارجها، وساهم بالكثير الكثير لحلها بفضل رب العالمين وبتقواه. شخصيته القيادية وإيمانه المطلق بالباري تعالى عز وجل ضحى وقدم من ماله ووقته، واجتهد في البذل والإثار في سبيل تنفيذ الفرائض الدينية في حفظ الإخوان وصون اللسان. لقد فقدنا بطلا ورعا من أبطال أمتنا وعلما من أعلامها. فقدنا قائدا حكيما نبراسا يحتذى حذو. فقدنا عالما تقيا بارعا في أمور الدين والأمور الاجتماعية. فقدنا عميد الحسب والنسب والرعيل الأول الجليل الطاهر الكريم الديان. فقدنا سيدا من أسياد الصالحين الذي وقف في وجه زمرة تهزت من امرأة عجوز من أهل التوحيد، وبعينه تعالى استطاع من حمايتها فسموه شيخ الكرامة، وزاد قدرة وارتفعت قيمته حين رفض المصالحة. تزود أبي الفهد بالبر والإحسان والتقوى طيلة أيام حياتي، وشرفنا جميعا بوجوده بيننا كسيد من مشايخنا الأفاضل الذي قادوا أمتنا التوحيدية بمسؤولية ومحبة وخير وتأخي وتقوى. نحن كأبناء الطائفة التوحيدية المعروفية الدرزية نعزي أنفسنا بالمزيد من الرضا والتسليم. فسبحان من قهر عباده بالموت وحكم علينا بهذا الحق الذي لا مفر منه. فكل من ولد على هذا الأرض لا بد أن يلتقي الموت يوما ويعيد الأمانة لباريها بالرضا والتسليم بالأمر الواقع بمزيد من الرهبة والخشوع لإرادة الله تعالى عز وجل ومشيئته. فالموت لا يرد لا يرفض، وإننا لا نسألك رد القضاء والقدر، وإنما نسألك اللطف فيه. الاعتداء سفلاء ولا ينبغي السكوت عنه. الوحدة قوتنا، الدفاع غايتنا، والشهادة هدفنا. لن تركع ولن تهان أمة تنادي يا سلمان. لن تموت الكرامة يا شيخ فهد، يا بطل يا ديان. الكرامة تكرمت وتعززت ومستمرة. نحن على هذا الضرب وعلى هذه الوصية والنهج مستمرين. أعزائنا جميعا بالإخوان المشايخ الأفاضل والأهل والأقرباء من العشيرة المعروفية الموحدة في كل أقطار الأرض، فنحن نعزى بفقدان علم ورمز كمثل الديان التقي الورع الشيخ الفاضي أبي فهد وحيد بلعوز شيخ الكرامة والمحافظ على الأرض والعرض والدين. مش كل ما طلع شكلي بنبعث نواف غزالي، كل ما واحد طلع اسمه أسد نحن بنبعث له شيخ من الكرامة الله يرحمه. نشكر النائب أبو أمير، ونردد كلام الشيخ أبو حسن موفق طريف في الخلوة المباركة بأن ندعو لإخواننا في سوريا أن يرد عنهم، وهم مفوضون بسياسة ما يروه ملائمة. أدعو الشيخ أبو رحيب سعيد الستاوي لإلقاء كلمة
رمزا للعلاقة المميزة مع الفقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول عز من قائل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العظيم. العين تدمع والقلب يخشع، وإنا بفقدك يا شيخنا، يا شيخ الكرامة، يا معلم الثوار، يا شيخ الأحرار، إنا بفقدك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. الشيوخ الأجلاء، الحشد التأبيني الكريم، أستبيحكم عذرا أن أتكلم باللغة المحكية التلقائية، فالقلم لم يطيعني وأراه حاد عني، ولكن فلنتحدث عن بعض مناقب الشيخ. كان شيخنا الشيخ أبي فهد من عامة الناس، شيخا بسيطا فقيرا فلاحا حجارا، يشتغل بيومه ليقيت نفسه وعياله، ثم أحدق الخطر بالجبل، وكانت السويداء محافظة أخرى سالمة مسالمة آمنة مطمئنة على نفسها. فلما تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال وأحدقت الأخطار، قام هناك فلاح في هذا الجبل، قام هناك شيخ بسيط من أبناء هذه المحافظة، وبطول نظري تأمل في الوضع، فقام واستعد للقادم وتأهب للخطر المحدق، فجمع الشباب والشيوخ والأحرار والتف لفيف من حولهم من بواسل الجبل وأصحاب الكرامة، وبنوا صرحا صريحا وحصنا حصينا، ونبهوا وقالوا وحذروا كل من ظن أن الجبل لقمة سائغة فليخسأ وليعرف وليتأكد أن الجبل هذا الحصن الحصين الذي حمى نفسه عبر التاريخ، والذي كسرت على أعتابه كل القوى العاتية والظالمة، سيبقى شامخا بإذنه تعالى وبقوة وإرادة هذا الشعب المؤمن الذي لا يعادي ولا يعتدي ولكنه يدافع وينتصر. كان هذا الفلاح أو هذا الإنسان البسيط هو شيخنا، فقيدنا الغالي، شيخ الكرامة، شيخ النبل والشهامة، شيخ المجاهدين الثوار وسيد الأحرار. قام وأقام هذا الصرح ونبه وجمع وشكل هذه القوة الرادعة التي أصبح يحسب لها ألف حساب وحساب، فغاض ذلك الحاسدين والكائدين، فأصبحوا يخططوا لمقتله، وكان يروي لنا عن محاولات اغتياله ويقول كما تفضل الشيخ أبو علي وقال: قلنا لهم ورددنا عليهم
بأن لا يفتك هذه الروح من الجسد إلا من وضعها. أما الجسد فليفعلوا به ما يشاءون، أما الروح فمقصرون عنها. وكان هذا مبدأه، واستنهض الهمم وقام على خير، وأشجع الأمم مسؤولا وشيخا ومجاهدا حتى بنى ما بناه. وبفضلكم وبفضل الأهل والمشايخ والداعمين والأحرار من كل مكان، وكان في كل محادثة ومحادثة يقول: أشكر مشايخي، أطلب لنا منهم الدعاء، أطلب لنا منهم صفو الخاطر، نحن لا نعادي ولا نعتدي. وتمثل بقول شيخين الجليلين رحمة الله عليهما، شيخنا الجواد وشيخنا العارف: من اعتدى فليس منا، ومن لم يرد الاعتداء أيضا فليس منا. حتى طالت يد الغدر والإجرام، وقاموا وقتلوا شيخا جليلا مقدانا آمنا مسالما يدعو إلى الخير، يدعو إلى المحبة وإلى جمع الكلمة. وتمثل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وبقوله أيضا: خيركم أنفعكم للناس. فكان الشيخ رحمة الله عليه شيخ الكرامة وأنفع الناس للناس، والداعي إلى جمع الشمل والمحبة والتسامح. كانوا يقول له: يطعن في اسمك وعرضك ونسبك وكل جهات، من كل جهات. فيقول الشيخ: قولوا لهم. رغم قدرته على أخذ القصاص وقوته بمن حوله من الأبطال الشجعان، كان يقول: كلا، بل قولوا لهم سامحكم الله، وقولوا لهم عن لساني شكرا لكم، ولكن هاتوا لندافع سوية عن شرفنا وعزتنا وكرامتنا. وكان متمثلا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. نذكرك يا شيخنا، ونذكر الأبطال الأشائوس الذين استشهدوا معك وقبلك، من شقيقك الشيخ البطل الشيخ علاء والشيخ دليل والشيخ إيهاب ومن معهم العام الماضي، ومن لحقهم من موكب شهداء الأحرار الشرفاء، ومن ثم موكبكم الطاهر الذي رحل به أيضا ثلة من أجلاء المقاومين الأحرار، وعلى رأسهم شيخنا وأخانا العزيز الشيخ البطل قائد اللواء ذراعك اليمين الشيخ فادي نعيم، والأخ وسام البطل، ومن معهم من الشهداء الأحرار الذين احتضنتهم بحنانك وقربتهم واستجلبتهم واستخرجت منهم أهم ما يحوه من كنوز القوة والردع والنبالة والشهامة. وإن لله وإنا إليه راجعون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. هنيئا لك يا شيخ الكرامة، ونكرر قولك: إما فوق الأرض بكرامة، وإما تحت الأرض بكرامة. فالعيش دون كرامة لا كعيش، بل هو عيش الجبناء. ألا لا نامت أعين الجبناء. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والعوض بسلاماتكم أجمعين. رحم الله شيخنا ومن معهم من الشهداء الأحرار. نشكر الشيخ أبو رحيم سيد الستاوي، ونرحب بالأخ يعقوب أبو القيعان رئيس اللجنة الشعبية في النقب، ونستسمحه عذرا لضيق الوقت لإلقاء كلمة، فأهلا وسهلا بكم. وكلمة أخيرة، كلمة العائلة، يلقيها السيد أبو شبيب زياد البلعوس، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير الأنام وصفه البشير النذير خاتم الأنبياء والمرسلين، ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله والتابعين والأئمة الأمجاد البررة والطاهرين
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احتسبت الأمة التوحيدية الإسلامية والعربية شيخ الكرامة البطل الشهيد أبا فهد وحيد البلعوس السبت في الخامس من أيلول الجاري. نعاه الناعي منذرا بغروب نجم الكرامة والدموع القواني عليه واكفة والحسرات عليه عاكفة. لقد رحل شهيد الكرامة في يومه وموعده، ونحن من بعده لاحقون مدعوون لغده. ليت شعري ما يناسب هذا المقام، وهو قول الشاعر المفجوع: وكانت في حياتك لي إضاءة، وأنت اليوم أوعظ منك حيا. حضرات المشايخ الأجلاء الحشد الكريم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. كنا على يقين أن الطغاة والقتلة والمجرمين الجبناء الذين خافوا حد الرهبة منذ وقفتك الطود الشامخ دفاعا عن الجبل والسويداء وأهلها جميعا. السويداء بلد الأحرار والمناضلين، سويداء القلب والروح، التي فتحت بيوتها لآلاف النازحين والمهجرين من شتى طوائف الشعب السوري. وقاسمتم رغيف الخبز كعادة أبناء معروف الموحدين الدروز في إغاثة ونجدة كل من يأتي ديارهم طالبا الحماية. كنا ندرك يا أبا فهد شيخ الكرامة أن هؤلاء الجبناء سيحاولون النيل منك بوصفكم أنت والجبل من ورائك الرقم الصاد في كل معادلات الحل في سوريا والمنطقة، وسيبقى الجبل برجاله وأحراره الذين التفوا من حولك جاهزين بعزم وعزيمة الأحرار للدفاع عن جبل العرب الأشم، هذا الجبل الذي أذل فرنسا الدولة العظمى وجيشها المدجج بأعتى الأسلحة من طيران ودبابات ومدفعية بوسائل قتالية بدائية. ورغم قلة العدد والعتاد في معارك الثورة العربية السورية الكبرى بقيادة المجاهد الكبير المرحوم سلطان باشا الأطرش، لا سيما معركة المزرعة الخالدة التي نقشت تاريخ الجبل وبني معروف بأحرف من ذهب في كتاب التاريخ، وقد اعترف الرئيس الفرنسي شارل ديغول في أكثر من تصريح أن فرنسا لم تهزم يوما إلا على يد مجاهدي وثوار بني معروف. وبارتقائك إلى مقام الشهادة الأعلى نؤكد فشل منفذي عملية الاغتيال الجبانة عن تغييبك، فستبقى الغائب الحاضر أبدا، لأن روحك وعزيمتك قد حلت بنا جميعا، وأصبح جبل العرب كله وبني معروف أينما كانوا كلهم وحيد البلعوز، والكل يهتف ويردد بمقولتك الشجاع: يا فوق الأرض كرامي، يا تحت الأرض الكرامي. لقد أثبتت بمواقفك وشجاعتك وعقلانية الرؤية لحماية الجبل والأهل والوطن أن سلالة المجاهدين الأحرار من سلطان باشا الأطرش حتى الشهيد وحيد البلعوس لم تنقطع ولم تنقطع أبدا، ونحن على ثقة ثمة من سيحمل الراية عالية خفاقة ويكمل المشوار. لقد كنت يا شيخ الكرامة أمة، يا شيخ الكرامة جيشا بهيئة رجل ورجل بهيئة الإعصار، وستبقى روحك الطاهرة حية فينا مدى الدهر. وقد نقشت اسمك واسم جبل العرب وبني معروف من جديد بأحرف من نور في سجل الخلود والخالدين. لم يكن أبو الفهد شيخ الكرامة وحيد البلعوس ابنا لآل بلعوس فحسب، بل هو ابن جبل العرب وابن سوريا البار والأمة العربية وكافة أحرار العالم. تحية إكبار وإجلال لروحك وأرواح رفاقك الشهداء، وسيبقى العهد هو العهد البلعوس والأقرباء والأنسباء والأصدقاء هنا وفي كل مكان. أتقدم بالشكر والإلفام لكل من وقف معنا في هذا المصاب الجلل، ونحن بدورنا نعزيكم بشهيد الكرامة أبي الفهد، فهو ابنكم جميعا. فإلى جنان الخلد يا أبا الفهد، عشت بكرامة ولم تمت أبدا.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحم الشهيد الكرام وكل الشهداء ورفاق. نشكر حضوركم. الله يجزيكم الخير. الله يرحمه يرحم جميع الشهداء. الله يجزيكم الخير وزيارة مقبولة.